السلام عليكم. يحتفي الانتقالي بتنظيمه للقاء التشاوري في عدن بشكل كبير عبر وسائل إعلامه، وسط رفض أكثرية القوى الجنوبية للمشاركة في اللقاء الذي بدأ أمس الأول الخميس وينتهي غدا الأحد. هل نجح الانتقالي في جمع الكتل الجنوبية في اللقاء التشاوري أم أنه يتشاور مع نفسه؟ ولماذا نظم هذا اللقاء وماذا يريد منه وبماذا سيخرج؟ تساؤلات نثيرها في حلقة اليوم من برنامج حديث المساء مع ضيوفنا هنا في الأستوديو الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي. أهلا وسهلا بك. أسعد الله مساءك وضيفك الكريم والمشاهدين. أهلا بك. ومعنا عبر الهاتف عمر بن هلابي رئيس التكتل الموحد للإعلاميين والصحفيين ونشطاء المحافظات الشرقية. أهلا بك. حياك الله أخي العزيز وحيا ضيوفك الكرام وجميع المشاهدين. أهلا بك. وأيضا عبر الهاتف صلاح السقلدي الصحفي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذي. مرحبا، طيب الله أوقاتكم وأوقات السادة المشاهدين وضيفك الكريمين. أهلا بكم. قبل أن نبتدئ حوارنا نذهب ونشاهد هذا التقرير. للهروب من الغرق وفي محاولة لتمثيل المحافظات الجنوبية في التسوية السياسية المحتملة، دشن المجلس الانتقالي الإماراتي أمس الأول فعالية اللقاء التشاوري الجنوبي الذي ينتهي غدا الأحد بحضور كبير لشخصيات وكيانات موالية أو مقربة من المجلس. يحاول الانتقالي القول بأن الفعالية ضمت مختلف القوى السياسية والمكونات من كل محافظات الجنوب، إلا أن تعثر المجلس في تجاوز عقدته المناطقية والإقصاء والتهميش بدا واضحاً، ناهيك عن إعلان قوى سياسية ومكونات وشخصيات بارزة وفاعلة رفضها المشاركة في اللقاء، أظهر أن الفعالية في الغالب لم تحقق اختراقاً حقيقياً في القوى والتنظيمات والكتل الجنوبية التي تعارض الانتقالية وفي مقدمتها القوى الحضرمية ذات التأثير الكبير والحضور الواسع، أبرزها مؤتمر حضرموت الجامع وهو القوة السياسية والاجتماعية الوازنة في جنوب البلاد، وبالتالي بدت حضرموت غائبة بشكل كامل عن الفعالية، ومثلها متحفظة المهرة وبدرجة ثانية محافظتي أبين وشبوة، إضافة إلى كتل أخرى وازنة أعلنت رفضها وهي الائتلاف الوطني الجنوبي بقيادة رجل الأعمال أحمد صالح العيسي والمؤتمر الوطني لشعب الجنوب بقيادة محمد علي أحمد والمؤتمر الشعبي الجنوبي بقيادة المهندس أحمد الميسري، وهو ما يكسر المعادلة التي أراد الانتقالي تكريسها باعتبارها من يمثل القضية الجنوبية ويستوعب جميع مكوناتها تحت إطاره، على أن الأسئلة تدور حول أهداف هذه الفعالية وأجندتها ولماذا ينظمها الانتقالي وما علاقتها بالصراع المحتدم والمتزايد بين السعوديين والإماراتيين في جنوب البلاد وبماذا يمكن أن تخرج الفعالية. إذا شاهدنا التقرير أستاذ ياسين التميمي، حسب متابعتك لهذا اللقاء التشاوري، يعني الأهداف المعلنة من طرف الانتقالي التي دعته إلى تشكيل مثل هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا اللقاء التشاوري أنا أعتقد أنه يمثل تراجعا عن طموح المجلس الانتقالي إلى عقد حوار للقوى الجنوبية، والحوار هنا يعني يستلزمه أن يخرج بنتائج واضحة وإجماع واضح حول القضايا التي تهم الجنوب، لكن يبدو أن مستوى يعني إحجام القوى الأساسية في الجنوب، وليس فقط قوى سياسية أو تيارات وإنما جهات جغرافية، مثلا كما ورد في تقرير محافظات حضرموت، محافظة المهرة، محافظة أبين، هناك مشاكل حقيقية في يعني تقف عائق أمام طموحات المجلس الانتقالي لي يعني تسويق فكرته التي تتمحور حول إعادة تثبيت منطقة بعينها ممثلة حصرية للجنوب. ولهذا أنا في تقديري أنه المنطقة التشاوري لن يكون له تأثير مطلقا، وأعتقد أن المجلس الانتقالي يحاور نفسه. هذا التكثيف لحضور المجلس الانتقالي يعني بصورة أو بأخرى إلغاء الآخرين، لأنه اختيار المناسبة كما
يعني من مناسبة يعني زمن أو توقيت انعقاد هذا المؤتمر. نعم. وكأنه يريد أن يقول بأن القضية الجنوبية بدأت مع المجلس الانتقالي، مع أن المجلس الانتقالي اعتقد هي توليفة متأخرة جدا، وهي توليفة من شخصيات وجماعات كانت مرتبطة في الأساس بإيران، وأدى الدور مستحدث ابتداء من 2017 فما فوق، وهذا يعني مصادرة لكل الجهود النضالية السابقة للمكونات الجنوبية، وهذا يشير إلى مدى التأثير الخارجي فيما يتعلق بأجندة المجلس الانتقالي وأدواره. اليوم المجلس الانتقالي يريد أن يقنع الجنوبيين بأنه يخوض حركة تحرير وطني، وهذا أمر يدعو إلى الضحك في الحقيقة. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عضو مجلس قيادة رئاسي، ثم أن مجلس القيادة الرئاسي تسلم مهامه من رئيس جنوبي. أعتقد أنه محاولة تصوير أن هناك كائن فضائي يحتل الجنوب لم يعد يصدقه عقل. ولهذا يجري الحديث باستمرار حول الوحدات العسكرية الموجودة في وادي حضرموت، وهي وحدات تأتمر بأمر مجلس القيادة الرئاسي الذي يعتبر عيدروس الزبيدي نائبه أو أحد أعضائه، فلم يعد هناك من مسوغ للاستمرار في الحديث عن جنوب محتل في مقابل شمال يعني يحتل الجنوب. ليس هناك وضوح في الرؤية، وكما قلت الملتقى التشاوري يمثل تراجع وتخفيض لسقف الطموح بالنسبة للمجلس الانتقالي. الملتقى التشاوري يعني أن الناس يلتقون للحديث عما ينبغي عمله والخروج به في مؤتمر قد ينعقد وقد لا ينعقد. نعم. ولهذا أنا أعتقد أن اللقاء التشاوري هو هروب من غياب التمثيل الوازن للمكونات الجنوبية، هروب من التمثيل الجهوي ذي القيمة العالية كتمثيل على سبيل المثال تمثيل محافظة حضرموت، ولهذا لا يستطيع أن يدعي أنه عقد مؤتمرا للحوار الجنوبي. ذهب للحديث عن ملتقى تشاوري، وهذا أعتقد أنه مخرج مناسب. جميل. أستاذ عمر بن هلاب، يعني أنت في أي سياق قرأت هذا التنظيم لهذا اللقاء التشاوري الذي دعا إليه الانتقالي؟ حياك الله أخي العزيز وضيف الكرام. في واقع الحال أخي العزيز، ما يقرأه أبناء الجنوب جميعا ومن يتابع المشهد في اليمن يقرأ بأن المجلس الانتقالي وداعميه حقيقة هم أرادوا أن ينفخ الروح في جسد ميت حقيقة، لأنه لم يعد له قبولا، وأراد أن يحتفل بتاريخ تنصيب عيدروس الزبيدي نفسه، كما قال في القرار رقم 1 عيدروس الزبيدي ينصب عيدروس الزبيدي رئيسا للجنوب، أراد أن يحتفلوا بهذه المناسبة 4 مايو، فوجدوا أن ليس لهم مكانا في الشارع ليدعوا إلى مليونية كما يسموها أو تأييدا شعبيا، ولم يجدوا في ذلك. أرادوا أن يعقدوا مؤتمرا جامعا لكل أبناء الجنوب ولم يجدوا ذلك، لأن كل المكونات الأساسية في الجنوب بما في ذلك المكونات التي في الضالع نفسها، صلاح الشنفرة قائد المقاومة في الضالع ومن بدأ وحرر الضالع وقاد تحرير منطقة الضالع حقيقة بكل فخر، وهو من رموز الحراك الجنوبي، أيضا رفض محمد علي أحمد، أحمد الميسري، أحمد صالح العيسي، مكونات المناطق الشرقية شبوة وحضرموت والمهرة بقياداتها التي دعيت ورفضت بما في ذلك محافظي تلك المحافظات، حقيقة أفشلوا كل هذا الزخم، ولذلك حولوه إلى ما يشبه الاحتفالية الصورية أملا في أن يقولوا بأنهم موجودين، ولكن حقيقة هو فشل قبل أن يبدأ بعد تحويل اسمه بعد تحويل أهدافه. أعتقد أنه لم يكن بتلك الصورة، وهذه هي الاحتفالية التي فشلت قبل أن تبدأ. المجلس الانتقالي حقيقة يريد أن يقول للمجتمع الدولي والإقليمي أنه موجود، رغم أن الجميع أدرك الآن أنه ليس موجود. هناك الآن المجتمع الدولي والإقليمي يرتب لترتيبات حوار شامل لإنهاء الإشكالية اليمنية. وجدنا أن التحالف نفسه بدأ يعيد ترتيب المناطق الشرقية. أمس وجدنا قائد التحالف السعودي اللواء سلطان البقمي يسلم ويفرض مع محافظ حضرموت السلطة المحلية في حضرموت تسليم منفذ الوديعة وتسليم وإخراج القوات الإماراتية من مطار الريان وتسليمه لأبناء حضرموت، وهذه توجهات حقيقية. اليوم وجدناه في شبوة في معسكر عارين
يعيد ترتيب القوات التي خرجت في شبوة بقيادة المحافظة عوض بن محمد بالوزير، وهذا يضع علامات استفهام كبيرة بأن هذه مجرد احتفالية فشلت قبل أن تبدأ. نعم، نذهب إلى الأستاذ صلاح السقلدي، يعني ما الجدوى من هذا اللقاء برأيك الذي أيضا نظمه الانتقال؟ مرة أخرى نكرر هذه المعلومة. نعم، في البداية أحيي كل في الداخل وفي الخارج الذين تجاوبوا مع هذه الدعوة، وهي دعوة تهم الجميع ممن هو حريص على انتصار القضية الجنوبية، وبالتالي من حضر ومن لم يحضر فهما بكل تأكيد يصطفون في خندق واحد، وإن تباينت كثير من الرؤى فمن قاطع هذا فهو يحتفظ برأيه، ولكنه بالتأكيد كان يعتقد بأن المؤتمر واللقاء الشاوري هذا لن يتم من أساسه، وكثير من الذين بالغوا بالخطاب الحاد والهجوم والشتم والقذف الذي شاهدناه تراجع إلى حد كبير، وإلى درجة أن بعضهم أيد اللقاء التشاوري بعكس ما كان في الماضي يتحفظ عليه ويرفضه. وأثق في هذا المقام ما تطرق إليه الرئيس حيدر أبو بكر العطاس حينما أيد هذا المؤتمر بشكل دون تحفظ وبشكل كلي وواضح وصريح، وبالتالي شاهدنا المقاطعون وهم بالمناسبة أغلبهم موجودون خارج البلاد، وربما الحر الشديد في عدن يمنعهم من العودة إليها. الأمر الآخر أن كثير من هذه الكيانات هي كيانات افتراضية لا وجود لها على الواقع بشكل مؤثر، وهي تم تناسخها وتناسلها من رحم السلطة، ولا تتناسل كثير من هذه الفعاليات ومن هذه المسميات، وبالتالي أعتقد بأننا أمام محطة يجب أن نعترف بأنها دعوة تستحق التقدير وتستحق الإشادة فضلا عن الناس تستحق التأييد والمؤازرة. فمن يقف ضد الحوار هو إنسان غير سوي بكل تأكيد، فالحوار هو قيمة إنسانية قيمة حضارية لا يوجد بالمقابل لها إلا التنابذ والتناحر والعنصرية والتمزق. والغريب بالأمر أن الذي يرفض أن الذي يشتم العنصرية ويشتم المناطقية وغيره هو الذي يقف ضد الحوار الذي أطلقه المجلس الانتقالي. المجلس قال عندما دعاه وقال تعالوا إلى كلمة السواء، لا 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 هو لديه نية بأن يفرض رأيه أو يفرض مشروعه على أحد، ولا 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 أحد سيقبل على نفسه أن يدعم مثل هذا. فبالتالي هذه قناعات شخصية لا يستطيع المجلس الانتقالي أن يفرضها عليك على الإطلاق، فما الذي منعك بالتالي أن تحضر إلى هنا طالما أنت تدعو إلى الحوار وتدعو؟ لكن للأسف الشديد أن على أقل تقدير هذا اللقاء التشاوري وطبح لنا كثير من الأقنعة وسقطها تماما عند كثير من الشخصيات. طيب أستاذ صلاح، طيب الآن هذه الشخصيات لا وزن لها ولا تأثير لها بالداخل. نعم. معظم هذه الشخصيات هي موجودة يا أما في أمريكا الشمالية أو في أوروبا أو في الدول المنطقة، وبالتالي أنا أشد على أيدي هؤلاء الحضور ونقر بأن نعم. لا لم بالمناسبة لم نكن نتوقع أن يحضر مثل هكذا، وكنا نتوقع أن هناك مقاطعة، بل كنا نتوقع أن تكون هناك مقاطعة من داخل الحراك الجنوبي. الحراك الجنوبي اليوم كله مثلا بالمجلس الانتقالي بمجالس الحراك الأعلى باعهم، والمجلس الثوري الحراك الجنوبي الذي كان يتحدث بأنه مقصي، وهؤلاء اليوم كلهم ذابوا في بوتقة واحدة داخل هذه القاعة. هذه ظاهرة حضارية يجب أن نشجعها. ليس هذا الحوار ليس موجها ضد أحد ولا حتى ضد الشمال. أنا أعتقد بأن هذه هي نقطة انطلاق للحوار فيما بعد والانفتاح على كل القوى، ما فيها حتى القوى بالحزب الإصلاح، حزب المؤتمر، حزب الشعب العام. وبالتالي أنا أستغرب أن يظهر لنا مجموعة من الجنوبيين يعترضون على هذا، ولو أن يتفهم الانزعاج الشمالي سواء كان من كيانات أو من شخصيات، فهم يعتقدوا أن أي تقارب ومعهم حقرب وما في هذا، يعتقدوا أن أي تقارب جنوبية سيضع لبنى الأولى على استعادة الدولة الجنوبية. لكن أنا أستغرب لماذا ينزعج بعض الجنوبيين وهم من حسن حظنا قال لا ولا وجدهم كثيرا داخل الساحة، لماذا ينزعجون كل هذا الانزعاج ولماذا ينتابهم كل هذا الصرع ونحن لا نتحدث إلا عن حوار، عن مشاورات، عن التقاء بدلا عن التنابذ، بدلا عن الخصومات، بدلا عن الاقتتال. فمن المؤسف نعم. جدا مثل ما أشار الدكتور سعيد عمار، البعض ينظر إلى هذا اللقاء المشاركة فيه. نعم. قال عندما يدعون للحرب يأتون قطعانا وزرافات ويسألون نعم. للحرب ولا يسألون السؤال. صلاح نعم. عندما تدعيهم للحوار
يطرحوا ألف سؤال وسؤال وسؤال، لماذا تبعون الحوار؟ نعم. هذا المعادلة وهذا قد يرى البعض بأنه يعني هذا يعني المشاركة في هذا اللقاء نوع من الاستفتاء على الانتقالي بحد ذاته. يعني برأيك الانتقالي يعني عدم مشاركة قوى جنوبية فاعلة، نتكلم عن مؤتمر حضرموت، الجامع والائتلاف الوطني، وأيضا الميسر ومحمد علي أحمد، يعني سبب عدم المشاركة ما هو؟ هم ما طرحوا، هم طرحوا نوع من التحفظات، ولكن بالتالي يظل هؤلاء يجتمعوا تحت مظلة وتحت قناعات استعادة الدول الجنوبية. نعرف محمد علي أحمد بأنه نعم. خاض تجربة، ربما تجربة والخذلان الذي وجد في حوار صنعاء عندما انسحب في منتصف الحوار، ربما ويخشى وما زالت لدي هذه الفكرة من هذه التوجسات. لكن أعتقد بأن بالتالي كل هؤلاء يجمعهم القضية الجنوبية، يجمعهم مصير واحد، وأن تبينت هذا هناك. بالمناسبة هذه نحن اليوم ليس أمام محطة أولية، ولا أعتقد أنها ستكون محطة أخيرة، فقد حصل كثير من الحوارات ومن اللقاءات ومن محطات في الحوار الجنوبي انطلاقا من تصالح وتسامح في عدن عام 2006 ومؤتمرات القاهرة وكثير من الحوارات المحدودة والشخصية التي جرت بين قيادات جنوبية في القاهرة وفي أبو ظبي وفي الرياض وكثير من هذه، كل هذه الجهود تصب بالتالي تحت مفهوم ومبدأ الحوار والتشاور. ولا أعتقد بأن نحن أمام محطة ينتهي فيها، أو أن نحن أمام مؤتمر عام على غرار المؤتمرات العامة. وضحت هذه الصورة. نعم. أمام محطة ليست إلا محطة واحدة وستتلوها في المحاط الأخرى. وضحت الصورة. نعم. تصحيح إذا كان هناك قصور وكان هناك أخطاء في هذا سنصححه فيما بعد، أما أنك ترفض الحوار من ناحية مبدأ فهذا نعم. شيء لا يمكن على الإطلاق أن يستطيعه أو أن يقبل إنسان عاقل وإنسان سوي، فضلاً عن أن يكون إنسان يدعو للألفة والتقارب والتعايش. نعم. أستاذ ياسين التميمي، يعني الائتلاف يقول بأنه منفتح على الجميع وهو يعني بصدد حوار جاد، ويعني هذا اللقاء التشاوري واحد يعني من الدلائل على الانفتاح. هل برأيك يعني هنالك انفتاح وحوار جاد مع كل المكونات الجنوبية ابتدأها الائتلاف بهذا اللقاء التشاوري؟ هو طبعا الحرب أفرزت لاعبين محليين تم صنعهم بدعم خارجي وتم تمكينهم بدعم خارجي. نعم. في صنعاء تم تمكين الحوثيين، والحوثيين يرون أن السلام وأن الحوار هو أن يأتي الناس إليهم وسيكونوا في مأمن على حياتهم في ظل حكم جماعة الحوثي الإرهابية. المجلس الانتقالي يتصرف على هذا النحو، يعتقد أنه القوات الأمر الواقع وهو الذي يحكم الجنوب الآن وهو الذي يهيمن على الجنوب، بالتالي فهو منفتح على بقية القوى الأخرى. هذا يعني يستبق حتى مشروع الانفصال نفسه، ويثبت نفسه اليوم سلطة أمر واقع متجاوزاً أو عابراً لإرادة الشعب الجنوبي، الذي في نهاية المطاف ينبغي أن 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 تحترم هذه الإرادة. هناك وجهات نظر، هناك إرث من الخلافات والتباينات لا يمكن التغلب عليها من خلال الاحتواء. القضية وما فيها أن هناك تكافؤ، وينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار إرادة كل مناطق الجنوب ومكوناتها الاجتماعية، وهذا الأمر ينبغي أن يتم من خلال المؤتمر، يتم التحضير له من قبل لجنة تحضيرية يتم التوافق عليها ولا يهيمن عليها أي طرف. يعني هناك ما يسمى بالدائرة بالطاولة المستديرة مثلا، حيث لا رئيس فيها. هذه الطاولة المستديرة تصل يعني يدار عليها نقاش، ثم يخرج الناس بنتائج يتفق عليها، ثم يتم التعاطي مع هذه النتائج واحترامها. لكي تحصل على توافق وأنت خارج من أزمات، وأنت أصلاً تنسحب من عهد طويل من الأزمات وحالة انعدام الثقة إلى آخره، لا ينبغي أن تعتقد بأنك ستصل إلى توافقات من خلال هيمنة طرف معين هو الذي يدعو وهو الذي يحتوي وهو الذي يفرض آراءه وهو الذي يعني يحدد المسطرة التي على ضوئها تتحدد المواقف وألوان هذه المواقف ونوع هذه المواقف.
لهذا أنا في تقديري محاولة المجلس الانتقالي اليوم إيهام المكونات الجنوبية بأنه يدير حوار بين هذه الأطراف الجنوبية هي مغالطة على كل حال. الحوار لا شك الحوار ممتاز ورائع، لكن الحوار هذا ينبغي أن يتأسس على التكافؤ، وهذا أمر ضروري. أنت الآن في عدن وضعت الإمارات بين يديك قوات ودعمتك بالمال وثبتتك كلاعب أساسي تتحكم بكل شيء في محافظة عدن. لا يمكن للأطراف الأخرى أن تثق بأنها يمكن أن تصل إلى نتائج طالما وأنت في نهاية المطاف يعني مهيمن على عدن عسكريا وسياسيا، وهذه هي العقدة الآن التي يواجهها الجميع سواء مع الحوثيين أو مع المجلس الانتقالي. وكلا هذين المكونين، وهناك مكون آخر بطبيعة الحال في على الساحل الغربي، هذه المكونات وضعت بين يديها الكثير من الأموال والأسلحة والقدرات، وتتوزع اليوم المشاريع السياسية وتدور حول هذه المكونات. فلا يمكن أن تحل المشكلة اليمنية، وبالتالي يعني نحن لا ينبغي أن نجزئ. أنا على الأقل أنا أتحدث عن مشكلة يمنية برمتها، ولا ينبغي التسليم أيضا بأن هناك قضية جنوبية يمكن حلها من خلال تفاهمات جنوبية. في نهاية المطاف محصلة هذه التفاهمات لها علاقة باليمن ولها علاقة بالدولة اليمنية. إذن إدارة مثل هذه الحوارات أنا أعتقد أنه جزء من حالة العبث الآن التي تهيمن على المشهد اليمني، حوار مع الحوثيين من خلال السعودية وتعطيل الدولة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، حوار بين المكونات الجنوبية يديرها المجلس الانتقالي، تسليم واستلام لمواقع سيادية في شرق البلاد كالذي يحدث مثلا في حضرموت. الإمارات تسلم للسعودية، وإن كان بطبيعة الحال هناك يعني المحافظ يقول أن المطار سيتم تسليمه للسلطة المحلية، وهذا ما نأمله بطبيعة الحال، لكن ليس هناك شيء مفهوم في الحقيقة. لماذا تحدث كل هذه الأمور ضمن حالة الفراغ الحالية أو حالة السكون الحالية على مستوى المشاورات السياسية المتعلقة بتحديد مصير الحرب في اليمن والوصول إلى السلام في اليمن؟ كأن المخطط يقضي الآن بتمرير مشاريع معينة. اللقاء التشاوري يراد له أن يثبت المجلس الانتقالي طرفا سياسيا ممثلا للقضية الجنوبية، وبالتالي سيصبح المجلس الانتقالي فيما يتعلق بالأجندة، أجندة القضية الجنوبية في التسوية النهائية، هو الصوت الذي يمثل الجنوب. هذه الترتيبات الآن تتم، لكن كيف سيتم تجاوز حالة الرفض التي نلحظها الآن من قبل أطراف جنوبية كثيرة ومن قبل أطراف جهوية جغرافية وازنة كحضرموت، حتى من أطراف جنوبية محسوبة أيضا على الإمارات؟ يعني ننتقل بهذا السؤال إلى الأستاذ عمر بن هلابي، يعني حتى بعض الأطراف التي يعني تحسب أيضا على الإمارات، نتكلم عن أبو زرعة المحرمي لم يشارك في مثل هذا اللقاء، كيف تقرأ عدم مشاركته؟ حقيقة يا أخي العزيز، أبو زرعة هو ينتمي للسلفيين، وهذا السلفيين هم بولي الأمر الذي يقودهم أو يوجههم أيا يكن هذا ولي الأمر، ولذلك موقفه ليس مع الشمال أو مع الجنوب، هو مع هذا التوجه. هذه نقطة. النقطة الأخرى يا أخي العزيز، عندما نتحدث ونقول أن هناك يعني مشاركة للحراك الجنوبي أو كذا، وحقيقة للأسف البعض أصبح يعني يكذب الكذبة ثم يصدقها. الحراك الجنوبي ليس مشاركا على الإطلاق، وإحنا قلنا بما في ذلك على سبيل المثال صلاح الشنفرة، الأخ محمد علي أحمد أيضا ليس مع الدولة الجنوبية. الأخ محمد علي أحمد يدعو نهارا جهارا منذ الحوار الوطني في صنعاء بأنه يريد دولة اتحادية من إقليمين، وهذا يدخل في صراع الطغمة والزمرة. زمرة محمد علي أحمد تريد أن تسيطر على المناطق الشرقية شبوة حضرموت والمهرة وسقطرة لأنها هي الكرت الرابح، وتريد أن تقايض بها في تقاسم السلطة والثروة مع صنعاء. وأيضا الطغمة علي سان البيض ثم 13 يناير التي يقودها اليوم عذر الزبيد تريد أن تعمل نفس العملية، وهذا الصراع الواضح بينهم. ولذلك ليس هناك حراك جنوبي. التصالح والتسامح الذي يتحدث عنه، نحن وجدنا التصالح والتسامح هذا أنهم دفنوه تحت جنازير المدرعات في يناير 2018 عندما انقلبوا وأخرجوا دكتور أحمد عبيد بن دغر الحضرمي الجنوبي الذي يدعون بأنه جنوبي، وطردوا ومنعوا الرئيس الجنوبي عبد الرب منصور هادي من العودة إلى عدن. ثم في 2019 عندما أخرجوا أحمد بن أحمد الميسري وصالح الجبواني وشلوا حربا شعواء على أبين
ثم أعلنوا النفير لشبوة. هذا التصالح والتسامح لا أحد يستطيع أن يتحدث عنه، إنما نتحدث عن القوى المشاركة. على سبيل المثال باعوم الذي منعوه وطلع في الصحراء على مداخل المكلا لم يستطع أن يدخل حتى مدينته، واتضح أن ليس له تأثير لا في حضرموت ولا في الجنوب، وهم منعوه لأكثر من شهرين دون أن يدخل. فكيف لنا أن نسميها الحراك الجنوب؟ قادة المجلس الانتقالي لا يوجد منهم شخص واحد من الحراك الجنوبي، بما في ذلك عيدر الزبيدي الذي فعلا هو كان فقط قائد لميليشيات تتدرب في الضاحية الجنوبية في لبنان وتتأدلج في قم في طهران، وهذه الحقيقة. ولا يستطيع كائن من كان أن يأتي بالتصريح واحد أو صورة واحدة أو مشاركة واحدة لأي من قادة المجلس الانتقالي ضمن الحراك الجنوبي الذي كان يخرج بصدور عالية لمواجهة نظام علي عبد الله صالح رحمة الله عليه. هذه التدليس وهذا الكذب لم يعد يعلم. عندما نتحدث عن أن هناك مكونات هلامية، جميع قادة ومكونات حضرموت جميعهم موجودون على الأرض، لم يتحركوا ولم يقادروا لفنادق ولم يقادروا إلى الضاحية الجنوبية ولم يرهنوا عوائلهم في أبوظبي أو غيرها، وهم موجودين على الأرض وأثبتوا ذلك. أغلقوا المعسكرات التي أنشأها من يعتمر بأمر عدر الزبيدي والدولة الوظيفية التي تدعمه، حتى أنهم أغلقوا المعسكرات التي جندوا الشباب فيها وبدأوا يحلقوا شعورهم، أغلقوا وأخرصوا أصواتهم، منعوا مقابلة عدر الزبيدي في قناة من يدعموه أن تنشر عندما قال ساعات ونحن نكون في وادي حضرموت. هذه القوة التي على الأرض هي القوة الفاعلة وهي القوة التي تقرر. نحن نقول يا أخواني الأعزاء، لا يمكن أن نعود إلى تقاسم اليمن شمالا وجنوبا. من يدعي بهذا التقاسم فهو يلقينا، وهذا الإلقاء مرفوض رفضا قاطعا. اليمن فيها شمال وجنوب وشرق وغرب، وإذا كانوا يريدوا دولة ضامنة وعادلة فأنا أعتقد أن المشروع الذي تقوده حضرموت وتقوده المناطق الشرقية شبوة حضرموت والمارة وسقطرة هو عمود الخيمة لدولة ضامنة وعادلة. أما من أراد أو يحلم بأنه يستطيع أن يستفز الآخرين أو أن يفرض رأيه، فأنا أعتقد أن هذا الزمن قد ولى وانتهى، وأن هناك نحن فقط نرضى بهم أن يجروا عدن إلى دمار آخر، لأن لم يعدهم وجودا داخل أبناء عدن نفسها. لا يستطيعون أن يدعوا إلى مسيرة واحدة. لا يمكن أن نسمي الحراك الذي يرفع راية صورة عيدر الزبيدي كرئيس ويرفع شعار المجلس الانتقالي وينشئ وحتى يعلن نشيدا وطنيا لم يردده حتى عيدر الزبيدي، لأنه لا يعرف من قاله ولا متى كان هذا النشيد. يعني عندما يعمل هذا ويريد من الآخرين أن يأتوا تحت مظلة هذا المشروع، هذا ليس حوار، هذا اسمه خوار، هذا اسمه ضحك على الدقون. هذه الأساليب أصبحت مكشوفة، ولذلك نحن نقول بأن هذه المشاورات وهذه الاحتفالية الهزلية التي قادها المجلس الانتقالي بتوجيهات من داعميه هي مسرحية هزلية قد انتهت في مهدها وفشلت قبل أن تبدأ، وعليهم أن يعودوا إلى حجمهم الطبيعي، وهم ليسوا إلا جزءا لا يساوي 5% من القوى الجنوبية، وعليهم أن يدركوا. تصور وضحت هذه النقطة. الأخ هاني اليزيدي أحد قادة المقاومة التي قاومت في عدن أخرجوه من على المايك وأقلقوا المايك عليه وخرجوه من منصة الحوار عندما بدأ يطع عليهم فكرته المتجردة للجنوب الذي يتمناه. هذه الإخطاء ويتسمونه حوار، وهو هاني اليزيدي اليافعي قائد من قادات المقاومة التي شاركوا في تحرير عدن، وهذا بالصوت والصورة مسجل وموجود. فكيف بكم أن تسموه حوارا أو أن تسموا هذا يدعو إلى حوار أو إلى أخوة جنوبية أو شمالية أو حتى إلى حل للمشكلة؟ شكرا لك رئيس التكتل الموحد للإعلاميين والصحفيين ونشطاء المحافظات الشرقية عمر بن هلابي، يغادرنا في حلقتنا لكن الحلقة مستمرة، نواصل بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا وسهلا بكم في حديث المساء، والحديث يدور حول اللقاء التشاوري الذي دعا له الانتقالي الجنوبي. أستاذ، مرة ثانية أخرى نرحب بضيوفنا الأستاذ ياسين التميمي وأيضا عبر الهاتف بالأستاذ صلاح السقلدي. أستاذ صلاح، يعني أنتم تدافعون عن نجاح هذا المؤتمر الذي نظم يعني بدعوة من الانتقالي، يعني كيف يمكننا قياس مدى نجاح المؤتمر من عدمه؟ أنا أعتقد أنه بمجرد اللقاء هو يعتبر مكسب بغض النظر عما سيخرج، وإن خرج هناك نواقص أو إشكاليات
هناك تكمله بالتاكيد وهناك حوارات ستكون، لا اعتقد بان هذه هي نهايه المطاف او احنا نهايه المحطه. بالعكس حتى المجلس الانتقالي يقول بان هذا بان ما يجري اليوم هو تدشين لنفس الفعل ونفس الفكره في قادم الايام وقادم السنين حتى نتجاوز خلافاتنا وصراعاتنا بالحوار عوضا عن الصراعات، وحتى يتم التوافق على كثير من المبادئ للمستقبل بشكل توافقي او على الاقل في الحد الادنى من هذا التوافق. مره اخرى هذا يطمئني تماما عندما اسمع الهستيريا الكبيره التي تملك البعض من هذا الحوار ويضرب ضرب عشواء مثل ما كان يتكلم ابن هلابي، فهو قال بان المجلس الانتقالي يحاول ان يبث الروح في جسده، وهو ابن هلابي وغيره الذين قالوا بان المجلس الانتقالي قد ولد ميت قبل 5 سنوات، ويتحدث بان هذا الحوار انه حوار مناطقي، ثم يذكرنا ويدين نفسه بنفسه عندما يقول بان الشنفره ضالعه قاطعه وان اليزيدي اليافعي تم اخراجه ومش عارف، فهو يقول الشيء وعكسه والحمد لله بانه لا يكلفنا ان نرد على اكاذيبه، فهو متكفل باكاذيبه من نفسه. الاخ ياسين التميمي افصح تماما عما يجوش في خاطره وفي اعماقه وكان نفسه ونفس كثير من الاخوه الشماليين نفس القوه، فهو قال بان المجلس الانتقالي يراد له ان يمثل القضيه الجنوبيه، وهذا هو مربط الفرس الذي يتخوف منه القوى الشماليه، هم يخشون ان يكون هناك ممثل للقضيه الجنوبيه، ممثل قوي للقضيه الجنوبيه، يريد ان يكون الجنوب مجرد تابع ودليل وملحق جزء من الكل مثل ما حصل في حوارات موزمبيق. هل يريدون ان نقتدي بحوار موزمبيق حتى يستهجنون ويقللوا من شان هذا الحوار اليوم؟ هم يريدون بالتالي ان يكون الجنوب يمثل تمثيل هديل، يمثل عبر كيانات ممسوخه، عبر كيانات لا تاثير لها مثل ما فعلوا بكثير، استنسخوا كثير من الكيانات، كثير من الشخصيات، كثير من المسميات منذ عام 94 حتى هذه اللحظه عندما حاولوا شق الحزب الاشتراكي اليمني الى نصفين واستنسخوا حتى صحيفته في ذلك العهد برغم الاوضاع التي كان موقف الجنوب بالحزب الاشتراكي اليمني في حاله انكسار شيء، ومع ذلك حاولوا ان يستنسخوا ومشوا على خطاهم وعلى نفس الطريق وعلى نفس الدرب، اليوم يعملوا نفس الفكره محاولين ان يعني بمقدورهم ان يزيفوا الاراده الشعبيه في الجنوب، فالجنوب اليوم له انياب ومخالب، اقول الاخ ياسين اصبحت له انياب ومخالب، من الصعب ومن الغباء ان يتم الحديث عن تجاوزه، فهو بالتاكيد اليوم يلملم شتاته ويلملم صفوفه بحده الاقصى حتى يتمكن من فرض القضيه الجنوبيه فرضا قويا وليس على شكل العمليات الزائفة التي كانت يتم في السنوات الماضية. فاليوم المجلس الانتقالي وإن دعا إلى هذا الحوار فهو بالتأكيد لا يفرض رأيه على الإطلاق، والقوى اليوم شبت عن الطرق ولا يستطيع أحد مهما كان مهما امتلك من أسباب القوة ومهما أتى من كل عوامل القوة التي تمكنه بأن يفرض إرادته على أحد. هؤلاء اللي في القاعة لهم مطلق الحرية أن يرفضوا أن يخرجوا ويقاطعوا في أي لحظة وفي أي جلسة من جلسات المؤتمر إذا لم يرغبهم ذلك، لا أحد منعهم ولا أحد وقف الباب على الإطلاق، فالكل لديه الخيارات على كل آفاقها، يقاطع أهلا وسهلا ما لا مشكلة، يحضر ينسحب ما مشكلة، الأهم ما بالأمر أن يكون فكرة الحوار هي السائدة بعيدا عن فكرة التنابز وفكرة الخصومات والعداء التي ينبش اليوم. وانت سمعت بن هلابي كيف يتلمس الأسباب ويحاول أن يزور حتى القبور ويزور المقابر، فهو ينبش هنا وهناك ثم يحدثنا عن اليمن واليمن وأنه لا وليس مع فكرة الانفصال الجنوب، وفي نفس الوقت تحدث عن الجنوبي. تخيل هذه هي النسخة التي تستنسخها السلطة. ورحت الصورة. أنتقل بسؤالي. نعم نحن أمام كائنات لزجة، أمام كائنات أستاذ صلاح الصقلدي، ورحت الصورة. نعم، حتى أدع المجال للآخرين ضيوفي، وأرحب أيضا بضيفنا أستاذ عبد الكريم السعدي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية. أنتم كقوى جنوبية كيف نظرتم إلى مثل هذا اللقاء؟ أهلا بك أستاذ. شكرا لكم الفرصة وتحياتي لكم ولكم احترام ومشاهديكم. الحقيقة أن نظرنا إلى الدعوة ورسالة سابقتها سبع الدعوات السابقة، لكن لم نعلم حتى اللحظة ما
ماذا كانت نهايتها؟ احنا تجاوبنا مع اول دعوه طلبها الانتقاليين وكانت برئاسه الشيخ صالح بن سليم العوضري، وكانت تقريبا الطلبه موجوده لنا الاولى، كانت ولا كان على راسها رجل بحجم صالح بن سليم العوضري رجل وطني يكتب لفيه الخطابات السياسيه والمغريات السياسيه، فتعاطينا معه وتعاطت مع كل الغرب وانهم صاروا يلزم ما حمل من اوراق ومن وجهات نظر الى الاخوه في الانتقالي، ولم نسمع رد هل كانت اللجنه ايجابيه ام سلبيه، وسمعنا مرور الشيخ طلب ومغادره هذا المكون، و أيضاً بلغة نعم. أستاذ عبد الكريم، مع الأسف الصوت غير واضح، لو تغير مكانك حتى يتسنى لنا أن نستمع إلى ملاحظتك بشكل أوضح. أنتقل إليك أستاذ ياسين التميمي، يعني الآن في ظل تباين الرؤى بين القوى المحركة واللاعبة بشكل أساسي في اليمن، نتحدث عن المملكة العربية السعودية والإمارات، يبدو الإمارات تريد أن تفرض أمر واقع في الجنوب، السعودية يعني ما هو ردها على مثل يعني هذه التحركات الإماراتية؟ ويقال بأنه واحدة منها هو هذا اللقاء التشاوري للانتقالي. طبعا لا ينبغي أن نشغل أنفسنا بأن هناك صراع سعودي إماراتي يقوم على فكرة يعني ممكن أن يقنعنا بأن السعودية مثلاً ضد النشاط الإماراتي في الجنوب والإمارات تعمل على العكس. هناك توافق إلى حد كبير بين الدولتين فيما يتعلق بالدفع بالمشروع الانفصالي. يعني اتفاق الرياض هو منتج سياسي سعودي بامتياز. والسعودية يعني لم تعمل على تنفيذ، يعني هي أجبرت عبد ربه مصر هادي على توقيع اتفاق الرياض، لكن لم تعمل على تنفيذ هذا الاتفاق على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري. وفي المحصلة تم تمكين المجلس الانتقالي كقوة سياسية جنوبية، وتم تمثيلها في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. إذن السعودية هنا تتماهى إلى حد كبير مع المشروع الإماراتي. الإمارات دعمت المجلس الانتقالي الجنوبي وهي تتحدث بصراحة يعني منذ بداية الحرب حتى اليوم أنها ليست معنية بمسألة الشمال، هي حاربت في المحافظات الجنوبية بهدف يعني الدفع باتجاه استقلال الجنوب أو فصل الجنوب عن الشمال. لكن ليس كل ما تريده الإمارات تحققه المملكة العربية السعودية، بمعنى أن السعودية ليست مع فكرة فصل الجنوب عن الشمال بصيغة الجنوب السابق يعني جمهورية اليمن الديمقراطية، لأن للسعودية مصالح في أجزاء أخرى من الجنوب، وبالتالي هي قد يعني ما نراها اليوم هو تثبيت فكرة الانفصال كقضية من ضمن التسوية النهائية، لكن ليس كما تريد الإمارات وليس كما يريد المجلس الانتقالي، بمعنى أن المجلس الانتقالي اليوم يناضل بحسب رأيه من أجل استقلال الجنوب، سيمنح هذه الفرصة وسيدعم، يعني هذا أنا في تقديري سيدعم إلى أن تصبح هذه القضية موجودة على الأرض، لكن سيتبعها انشقاقات وتجزي وانفصالات أخرى، يعني يعني الشرق عن الجنوب والجنوب عن الشرق إلى آخره، هذا هو المخطط. لكن أنا في تقديري لا ينبغي أن نبقى يعني نقرر ما الذي يفعله الآخرون ونتعامل معه كما لو كان من المسلمات. هناك يعني صعوبات كثيرة تقف أمام مشروع الانفصال، وهذه الصعوبات مصدرها الجنوب وليس مصدرها الدولة اليمنية، بمعنى أن المشروع الانفصال ليس مجمع عليه. وهناك يعني تيار واسع جنوبي اليوم يرفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا. ثانيا، مسؤولية الشعب اليمني اليوم ليس هو أن يبقى متفرجا على المؤامرة وهي تمضي قدما، تمكين الحوثي في الشمال، تمكين المشروع الانفصالي في الجنوب، ينبغي أن تكون هناك مقاربة أخرى، مسار نضالي آخر لتعطيل هذه المخططة. إذن نخرج بمحصلة أن السعودية والإمارات لا يرى يعني ضير في أن تمضي الأمور باتجاه الانفصال. والترتيبات السياسية وتمكين المجلس الانتقالي خلال الفترة الماضية كلها تشير إلى رغبة البلدين في تحقيق هذا الهدف، ولكن مناعة الدولة اليمنية هي عادة تكتسب من خلال موقف شعبي
واضح، ومن خلال أيضا موقف نعم. القوى الفاعلة في المجتمع والقوى الأساسية في المجتمع وفي مقدمتها الأحزاب والقوات المسلحة، كل هذه والفعاليات الشبابية والشعبية، كل هذه القوى مطلوب منها اليوم أن تتنبه إلى أن الأمر خطير جدا نعم. والمخططات تهدف بالفعل إلى الإطاحة بالدولة اليمنية، وبالتالي ينبغي الإطاحة بهذه نعم. المخططات. أعود ويعود معنا الأستاذ عبد الكريم السعدي. أستاذ السعدي، الرسائل التي أراد الانتقال أن يوصلها للجميع عبر هذا اللقاء التشاوري للإمارات لليمن للجنوبيين، وهل نجح بإيصالها أم لا؟ الحقيقة أن أنا من الانتقال يعني مشكلة، أنا عارف ترى عندي مزبل للصوت طبعا. لو والله أستاذ السعدي للأسف إلى الآن الصوت، تفضل أكمل ملاحظتك. تسمعني؟ نسمعك لكن ليس بشكل واضح، تفضل. عندي تردد للصوت، أنا أقول لي مشكلة. عموما نحن في الجنوب ننظر أولا إلى الشقاء، هذا أنه سبق من الدعوات لم نتائج له، مثل ما أشرت في حديثي السابق أنه كانت هناك بدعم لم يصبر على أي بيانات، كانت الأولى هذه الشيخ صالح الفريق العولري التي تعاطف معها القوى نتيجة لوجود الرجل هذا على رأس اللجنة، لما إحنا نقول من إرث وطني واجتماعي وقبلي، ولما يحمل من المواقف ثابتة. هو ذهب بالمال لديه واختلف مع القيادة الانتقالية وانسحب من الانتقالية نعم. ونتيجة لهذه اللجان تتابعت اللجان لا ليس هناك شيء يبحث عنه الوقوع في الانتقالي سوى التهديد التمثيل لهم في مواجهة القوى نعم. الانتقالي عجز إلى الآن عن استيعاب ما لا تريد القوى الجنوبية الأخرى منه. أنا أسميحك عذرا وأشكرك أستاذ عبد الكريم السعدي رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، وأيضا أشكر الأستاذ صلاح السقلدي الصحفي والمحلل السياسي، وهنا في الاستوديو أشكرك أستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، والشكر موصول لكم مشاهدينا. حديث المساء يتجدد في الغد، إلى اللقاء.